مع سوبر آخر، السوبر السعودي البحريني اللي يجمع نادي مظر السعودي ونادي الشباب البحريني. مباراة قوية وتحمل في طياتها الكثير. خلينا نشوف آراء الجماهير. زي الوطن مع فرحة الوطن. إن شاء الله اليوم مظر يحقق الإنجاز. يا رب إن شاء الله. في فرحة اليوم؟ في فرحة. وش سر الستايل هذا مع قلت مع يوم التأسيس؟ إيه قلت يوم التأسيس مباراة النهائي. صاير كشخة. مباراة النهائي. والله صاير كشخة. إيه قدهم كلهم مدحوا. ما شاء الله. زين أبغى أفوزك بهدية أنا. أيوة ما شاء الله. زين بما أنك كاشخ. أيوة. كشخة التأسيس لازم هدية بعد. لازم. تطبيق لوكا تقدم لك 100 نقطة، ضيف التطبيق يوصلك العشاء مجانا. ما شاء الله. وايش تبي بعد احلى من كذا؟ اي عشاء بعد المباراة. في شكرا للطير ولا ما في؟ شكرا وما تقصر. في بوسة للطير ولا ما في؟ يا عمري. خطيرة البوسة. المضراوي متمرس على البطولات والبطولة على ارضه وبين جمهوره ويبي فرحة وطن ثانية. اه والله. ماروني هلا بيجي البطولة. ناويين عليها 100%. ما تخاف من المضراوي؟ احنا صرنا مضراويين قديحيين بس ما يقدرون علينا. اصلك مضراوي قديحي وتشجع ضد المضر؟ ما يصير. قلبا وقالبا بعد. اسمع حبيبي، هلا. عقب المباراه تعال مر علينا. كيف؟ عقب المباراه مر علينا. بمر عليك اكيد. مر علينا طبعا، بس مو تحرم. ما تحرم. زين يقول مضمونه. يقول ان شاء الله يعني الكاس في البحرين ان شاء الله. كنا ثقب اللاعبين يعني الزفه اليوم في الجسر ان شاء الله. راجعين بالكاس. توفيق. ما صدتك في المباراه الاولى، صدتك في المباراه الثانيه حبيبي. والله في اخر الدقائق شفتك تدعي، خفت ان المباراه تروح على الخليج. في حاجه لازم اقولها لك. ايه؟ عمرنا ما نتخلى عن الخليج. علاقتنا مع الخليج مو مجرد فوز وخسارة. أنا أدعي لأن هذه المباراة كانت مهمة معنويا للاعبي نادي الخليج. أنت تشوف الظروف اللي يمر بها نادي الخليج. نادي الخليج يفقد نص قوته إذا مو أكثر، ورغم هذا الفريق حقق بطولة. أنا أقول دعوة لمحبي نادي الخليج، وقفوا مع ناديكم ومع كيانكم، واعتبروا حتى لا قدر الله لو الخليج ما فاز اعتبروه بطل، اعتبروه بطل. شنو تقول اليوم في السوبر السعودي البحريني اللي يجمع نادي مظر ونادي شباب البحرين؟ هل يقدر مظر ان شاء الله يفرحنا ويفرح الوطن اليوم؟ باذن الله، باذن الله. زي ما فرحنا نادي الخليج، مظر اليوم فرحنا. مظر قادر، العناصر اللي عنده مكتمله، فريق مكتمل وفريق بطل ووراه جمهور. باذن الله تصير الفرحه فرحتين تحمل القطيف كامله. شكرا على المباراه. اوه شيء فاخر ما يحتاج. قادر يحقق الشباب البطوله؟ ان شاء الله ليش لا؟ ترى مظراوي ما يرحم. نعرف لعدل. والله المظراوي ما يرحم. نعرف لعدل، جبناه على طول في اول 10 دقائق جبناه. بنشوف نهايه المباراه. نشوف هذه المباراه ونشوف.
حراسينا بيسجلها. الشوط الاول مجرياته كانت غير مسره للجمهور المضراوي والجمهور السعودي. اتوقع الشوط الثاني قادر ان شاء الله يرجع مضر كعادته يعني. باذن الله راح يرجع وراح ياخذ مباراه ان شاء الله. فرق ثلاثه والوضع يخوف صراحه. لا مو صعبه على مضر. قادر. بسيط ان شاء الله. باذن الله. باذن الله. نبي عودنا مضراويه. بنعود ان شاء الله. بنعود ان شاء الله. يرجع ولا ما ان شاء الله باذن الله. الواحد البحرينيين يخوفون. لا ما يخافون، انت تعرف ما يحتاج. يا سلام عليك. ايه تعرف ما يحتاج السيارة. يرجع مضر ولا ما يرجع؟ قول يرجع. 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 قوة. قول يرجع. هذه هدية حقك، فيها فلوس داخل. زين؟ بابا اليوم يطلب لك عشاء ويجي لك ببلاش. الله يرحم والديك ان شاء الله. من تطبيق لوكيت. الله يسلمك ويعملك بسر والله. الله يرحم والديك ان شاء الله. شوط اول صراحه زعلنا، نبي الشوط الثاني نشوف مضر اللي يلعب بروحه قوه. ان شاء الله يرجعوا الشوط الثاني يعدلوا اخطائهم، يركزوا شوي في الدفاع والحراسه ان شاء الله. ايش المشكله؟ مشكله مضر شو؟ والله مشكله الاستعجال شويه والحراسه شوي يبغى لها تركيز. ان شاء الله يرجعوا الشوط. يخوف فريق البحريني صراحه. البحرينيين لاعبين ممتازين ومنتخبهم قوي. احنا متعودين على مضر الروح، نبغى نشوف روح مضر. ان شاء الله ترجع الروح مع الجمهور ان شاء الله. تعويض شوط ثاني موجوده بس يحتاجوا بس الحين ان يبدعوا اكثر. ممكن ان الشوط الاول كان بس تسخين يعني، الان بدا الشوط الثاني وفرق اربعه، المهمه تزيد صعوبه كذا. لا يقدروا باذن الواحد الاحد. الله ويانا. انا اي واحد اقرا احبه. حبك بالعافيه ان شاء الله. اداوك اداوك. اي وهي خير عليك والله. صراحة احنا متعودين دائما في المنافسات المحلية وحتى الخارجية نشوف مضر اللي يلعب بالروح بالقتال. اليوم انا صراحة افتقد هذا الشيء، والفارق الان فرق اربعة تقريبا. لا يرجع يرجع ان شاء الله. يرجع يرجع يمرض ما يموت. هات بدار في عودة ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بيرجع ان شاء الله. قادر ولا لا؟ قادر ان شاء الله. ان شاء الله محقق السوبر. ليش دخلنا نفسنا في هالوضع هذا؟ استعجال شوي صاير. استعجال شوي. توقعت تسجل ولا لا؟ تسجل تسجل. شوف ايوه يلا ما في فايده. واضح الفريق البحريني كان اكثر استعداد. ايش المشاكل اللي يواجهها مضر اليوم؟ الاستعجال في اللعب، الحراسة شوي يبغى لها. ان شاء الله لكن قادرين على الرجوع ان شاء الله. نبي نحتفل اليوم احتفال ثاني للوطن والله. اكيد احتفال الوطن الثالث، احتفال التأسيس واحتفال الخليج واحتفال مضر باذن الله ان شاء الله. الان الفرق فرق ثلاثة مرة ثانية، وكل ما نقول مضر رجع يرجع البحرين الى المباراة. احنا ما نبغاها تصعب وتظل اللحظات الأخيرة بعدين تروح منا. وش تقول؟ ان شاء الله ان شاء الله يرجع مضر الان. يرجع مضر بس صارت صعبه الان. لا 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 تو بادي تو بادي ما عليه بقى 20 دقيقه المباراه ما راحت مكان. ان شاء الله نرجع إن شاء الله. نحتفل اليوم مع بعض ان شاء الله. نحتفل اليوم ان شاء الله. ان شاء الله قادر يرجع. قادرين نرجع اكيد يا رب بالتوفيق جميعا. اللي نعرفه للأمانة والله مضر فرق أربعة الآن باقي 10 أيوة. دقائق أي والله صاير مو هذا مستوى اللي نعرفه صراحة يعني. ما توقعنا، فاجأنا بدا المستوى. توقعنا أن المستوى يكون أفضل على يعني هالجمهور ودافع إلى يعني بطولة الكأس الآن بتجيب نلعب مع الأهلي أسبوع هذا القادم. بس بعض الجماهير المضراوية تقول مضر يحب يضغط جمهوره وفي النهاية يفرحة. نقول إن شاء الله نقول ان شاء الله. والله ساعات يعني يخوف مضار. يخوف 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 مو يخوف مو يخور يخوف يخوف ايه. حتى البحرين اليوم صراحه ما توقعنا بهذا المستوى للامانه.
يعني يعني البحريني مو يعني المستوى القوي صراحه، مو المستوى القوي، بس سرق روح مضر. ايه يعني احنا مستغربين، احنا اليوم شويه حراسه عندنا تعبانه شويه، حراسه مو في يومها اليوم، مستواها تعبان والله. عندنا الدفاع يعني لا باس به، ولكن نقول ان شاء الله نرجع. صارت فرق اثنين، ان شاء الله نرجع، فيها رجع ان شاء الله، ان شاء الله وفيها فرحه ان شاء الله، انس فيها ان شاء الله فيها. وبعد لك فرحه ثانيه. اي في ان شاء الله. هذا كوبون من تطبيق لوكيت، في 150 نقطه، ضيف التطبيق وفي رصيد مجاني. اول حاجه ابارك لاخواننا اهل سيهات البطوله، زين الف مبروك لهم، زين وهارد لك لنا القديح ونادي مضار، قدر الله ما شاء فعل. هذه كوره بغض النظر عن بعض الاخطاء، اللاعبين كلهم وقعوا اخطاء، راحت بخيرها بشرها. اي بخيرها بشرها، عندنا لاعبين هنا يلعبوا مو للشعار، والله ما يلعبوا للشعار، ناقصنا الروح في الملعب والله. احنا اليوم افتقدنا امانه الفريق، روح الفريق المضراوي، شفناها في الفريق البحريني ما شفناها في مضار. ما ادري تحسهم خايفين يلعبوا بين ارضهم وجمهورهم وخايفين، ما ادري. لا عباسي لو ما يجرب يخاف قدام الشبكه، انا ما ادري، لا عنده الجراه وعنده الامكانيه، بس يخاف يضيع الهجمه، ولما يسجل جول ما يرجع يدافع على طول، يحتفل، هذا غلط. وانت الفريق متاخر، ارجع دافع، اقلب النتيجه وتعال احتفل، احنا بنحييك. اما كذا احنا خسرانين، لا تضيع كور، احنا نحتاجك، ما تبغى الفريق اطلع، الله وياك والله العظيم بنجيب بداله. انا اقول الفريق في اخر 10 دقائق اجتهد ورجع للمباراه، بس ما حالف الحظ للامانه. يا من البدايه تجتهد لك المجتهد نصيب، الفريق البحريني من اول دقيقه مضى اخر 10 دقائق يبغى المباراه، لا هذا غلط. يا تجتهد من اول دقيقه الى اخر دقيقه، او لا تجتهد اخر 10 دقائق، ما في فايده، اجتهد من اول دقيقه الى اخر دقيقه. الكره الاخيره تتوقع كانت ركله جزاء المفروض لمضى، كانت بلنتي، بس ما نقدر نتكلم للحكام، على وش نقول. انا اقول هارد لك حبيبي، وان شاء الله القادم بيكون افضل للفريق المضراوي باذن الله. ان شاء الله. وهدي بالك قناتي، وفوق هذا كلها خذ هذا من تطبيق لوكيت هديه لك، اليوم تطلب لك عشاء يوصلك مجانا، زين، وفوق هذا كله برضو بعد تستاهل 25% خصم من زعيم المشاوف سيهات. ايوه تستاهل يا حبيبي، انبسط. ايوه ايوه ابغاك كذا فرحان ومنبسط، ان شاء الله الحياه حلوه حبيبي، ان شاء الله الحياه عدنا بالعشاء يا حبيبي. الله يسلمك، موفق ان شاء الله. غيرت المود ها، والله العظيم. بعد اشوف لك بعد اذا في شيء ثاني، شوف بعد طلع. لا هذا تخفيض، غيره تخفيض، ما في خلص ما علي، نعمه كريم. كنا نبي احتفاليه ثانيه سعوديه، لكن قدر الله ما شاء فعل. شنو تقول حبيبي؟ اقول الحمد لله رب العالمين. ثاني حاجه ده قسم بالله ده مو فريق، ده يبغى يكمل في الدار ويجيب بطولات يغيرها الفريق ده، والله مو فريق ما يلعب بروح. والله قلت بثقه، انا دورتك ثلاث ساعات الحين، انا جيتك والله. جيتني؟ اي والله. كيف سرعه الثقه هذه؟ هو كل عاد فريق نادينا احنا نشجع سنين، بغيت تروح في ركله جزاء ما انحسبت له مضى. لا اخوي اسمع، هاي بعد احنا مع الرعفه، هذه معرفة تفضلوا تفضلوا، اعطيناكم اياها وقلنا لكم فما الله اكو، وين جمهوركم؟ ركلة الجزاء، ركلة الجزاء تحصل يعني. حسبك كان غيرت مجرى المباراة. لا اخوي كم هي النتيجة؟ الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل، ادوا اللي عليهم، ربك ما كتب. خصوصا في اخر 10 دقائق نقول شفنا شخصية الفريق المضراوي، روح الفريق المضراوي، بس ما انكتبت للأمانة. الأخطاء ممكن هي بعض جزيئات من المباراة ما توفقنا فيها،
صرنا احنا نضيع هم يسجلوا الحمد لله. بالعكس مكتوبة اليوم مو مكتوبة، هي مو مكتوبة بالعكس انا فخور فريقي يعني مهما يكون فخور فيه مع نقص ممكن شوي من المحترفين رغم انه ما هو عذر ولكن الحمد لله رب العالمين. صامتك جميلة امانة الحمد لله ما تقدر حبيته بالعكس انا بالنسبة لي يخسر الحين هي يعوض ان شاء الله يعوض الاخطاء الحلقات القادمه باذن الله. عندنا باقي دوري، عندنا كاس، عندنا نخبه، مع ان كانت البطوله مهمه جدا نفسيا نعم، بس الحمد لله قادرين ان احنا نعوض. تطبيق لوكت يقدم لك رصيد مجاني لك عشاء يوصل مجاني اليوم حبيبي. انبسط يا حبيبي. البحريني على طول ما ينغلب، بحرينيين رجال اليوم في الملعب كفوا ووفوا الشباب مع ان ضروا ظروف صعبه بس ما شاء الله عليهم اثبتوا اليوم انهم ابطال. الكاس اليوم رايح من جسر المملكه الى البحرين اليوم الى الحصن الماروني رايح. اسم الحصن الماروني اكيد. والنعم والنعم بيك. نشكر مملكه السعوديه على هذه الاستضافه، المباراه الجميله، نتمنى ان شاء الله فعاليات اكثر في المستقبل القريب. والف الف مبروك وتستاهلون. شكرا لكم. هذا الفوز نهدي لحسين الصياد لان هذه الثقافه اللي في اللاعبين هو اللي زرعها. لاعبين قاتلون عندهم ولاء للشرط مالهم، يلعبون للموت. هذا الصياد مبروك. الصياد في كل مكان يطلع ان شاء الله. الصياد ماروني وتربى في الماروني وزرع الثقافه والهويه في الماروني. معناته انت خلجاوي. لا ماروني انا ماروني ونفس ما الماروني قدر يطلع الصياد مستقبلا ان شاء الله بنطلع لاعبين افضل من الصياد بعد ما شاء الله. بالتوفيق الله يحييك. انتم منبع المواهب. ايه في القدم وفي اليد نادي الشباب يعتبر مدرسه وتقدر تنظر لمنتخب البحرين. علي حسن سعيد ماروني، ابراهيم لطف الله ماروني، علي مدن ماروني، هاي في القدم انا اقول لك ما شاء الله ما شاء الله. في اليد علي حمامه ماروني، مهدي سعد ماروني، جاسم الصلاتنا ماروني، حسين الصياد ماروني. كوشتون على الكل. ايه انت كنت قادر بس اذا تلعب 50 دقيقه كانك ما تبغى البطوله، لو تلعب 10 دقائق مستواك 500% ما بتجيبها. مع الاسف فريقنا الاول لو احنا مهزومين فرق 5 ما نفقد الامل، الحين انت تتعادل يفرق عليك فرق 1 تهتز. مع الأسف اللاعبين، مع الأسف جدا من زمان هالشعور جاينا بس نلعب على روحنا. ثقتنا في اللاعبين اهتزت من زمان، نلعب على روحنا، نضغط على دا الشعور نمشيها بس عشان نبغى نحقق. كانت هذه البطولة بترجع ثقة الجمهور في الفريق عشان كده كنا نبغاها، ولا هي ما هي شيء يعني وش البطولة استحدثوها. السلام عليكم. عليكم السلام. بس إذا بطولة كده ما تحققها اسمح لي ما أدري وش تبغى تحقق. بإذن الله العودة إن شاء الله في البطولات المحلية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. وروح اطلب لك عشاء اليوم من لوكيت، هذا تطبيق ضيفه في نقاط وفي رصيد، اطلب لك عشاء مستانس ومستانس. طلع الحرة شوي.
صراحة الحمد لله رب العالمين. أول شيء بطولة يعني كنا نحلم فيها من زمان، أول بطولة باسم النادي، وإن شاء الله مستمرين، والوعد إن شاء الله في الخليجية إن شاء الله. الله يبارك حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. هارلك لأخواننا المضراوية ألف مبروك إلينا ولجمهورنا، نشكرهم على تواجدهم، والله هذا الشعور ما يوصف. هذه أول بطولة لنا في نادي الشباب لكرة اليد، هذا الفوز هذه أول بطولة، أول بطولة لنا ما شاء الله، أول بطولة لنا من تأسس النادي، أول بطولة خارجية، خارجية أول بطولة لنا الحمد لله رب العالمين. أشكر جميع اللاعبين، نشكر كل من وقف ويانا، شعور ما يوصف حبيبي. استهلون حبيبي، الله يبارك فيك. عايشين حبيبي. السعودية فال خير عليك. أكيد الحمد لله رب العالمين، في النهاية إحنا أخوان. لا، وفي يوم التأسيس السعودي، في يوم التأسيس الحمد لله رب العالمين. صراحة أول شيء حاب أهني الشعب السعودي باليوم التأسيس، شفنا فعالية صراحة ولا أروع، يعني استمتعنا بمباراتين على مستوى عالي، الفرق كلها كانت صراحة قدمت لنا مثل ما يقولون وجبة كروية دسمة اليوم، استمتعنا بالأجواء وبالجماهير، أكيد فوز مثل البحرين الشباب، وأول بطولة خارجية لنادي الشباب. أكيد أكيد، يمكن تونا كنت أتكلم ويا اللاعبين، كنت دائما أقول لهم هارد لك بالنهائيات لما سوي أهم لقاءات، اليوم أول بطولة بالنسبة لهم مو محلية خارجية، كانت روحهم في الملعب باينة، يعني ما شاء الله يلعبوا بروح بقتالية ما شاء الله. لاعبين الشباب كلهم يعني مثل ما يقولون اسم على مسمى شباب، روح كبيرة عندهم ودائما يقاتلون، وشفناهم يمكن حتى يوم مضر تعادل بالنتيجة ووصل لنهاية المباراة، الكل كان يمكن يقول مضر راح يفوز، لا صحيح وصلوا. صحيح هذا الفريق عندكم البحرين وهو منبع المواهب، صحيح صياد وغير صياد كثير سمعت صراحة. صحيح صحيح، الشباب معروف يمكن من أفضل المدارس اللي تخرج لاعبين كرة اليد في البحرين، عندك صياد، مهدي سعد، جاسم الصلاطنة، وأكثر من لاعب يعني سمعنا يقولون تابع الطير موجود دائما متابع لك واستمتع بحلقاتك يا حبيبي، وانا استمتع ايضا بالجهد اللي تقدمه ما شاء الله عليك حبيبي. حبيبي كنا نكمل بعض ونتشرف فيك حبيبي يا حبيبي على راسي. طير مخاطعة، تعرف الطير؟ ايش منو ما يعرف الطير؟ يعرف الطير، الطير مخاطعة الطير عظي والله. يلا رفعت الكاس، واحد اثنين ثلاثة. شنو تقول حبيبي؟ مبروك الف الف مبروك لنادي الشباب، ما قصروا وخوش لعبوا، هارد لك هارد لك لمضان، والف مبروك يا حبيبي. كيف وصل الطير للبحرين؟ اعطيني السر. طير من خلال متابعتنا لنادي الخليج والصياد وصل البحرين يا حبيبي، من متابعينك والله. على راسي شرف والله لي. لا والله خوش تغطيات صراحه يا حبيبي، والله صراحه مجهود تشكر عليه، وان شاء الله بتشوفوا حلقه ان شاء الله جميله مع الفرحه البحرينيه ان شاء الله. موفقين ان شاء الله حبيبنا. اليوم احنا في فرحه الوطن، شفنا فرحه سعوديه، شفنا فرحه بحرينيه، شنو تقول عن الاجواء بشكل عام؟ والله الحمد لله، اول شيء على كل شيء مشكورين على حسن الضيافه صراحه، ما شفنا منكم الا كل الخير وحسن الاستقبال، ومبارك لكم ونهنئكم باليوم بيوم التأسيس، نبارك للقيادة وللشعب السعودي، وألف مبروك إلى نادي الشباب وهارد لك، وألف مبروك أول بطولة خارجية لنادي الشباب. الحمد لله الحمد لله، هذا بفضل جهود اللاعبين أولا، وقفة الجماهير، يستاهلون صراحة أنهم يفرحون، من زمان ما فرحوا، تصفونهم على الجسر الليلة إن شاء الله. بس زحمة زحمة واجد، بس إن شاء الله بكرة إن شاء الله متحركين. أنا سمعت من الجمهور يقولوا هذه أول بطولة، ومن اللاعبين أول بطولة خارجية، أتاريها مو بس خارجية، محلية وخارجية، أول بطولة لنادي الشباب. الله يعافيك. طبعا الحمد لله رب العالمين، صح هذا أول بطولة احنا نحققها على المستوى المحلي أو الخارجي، طبعا احنا خسرنا نهايات واجد، ولكن هالمرة ابتسمت لنا، ابتسمت الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يعني كانت تعاندكم البطولات توصلون لنهايات وما تحققونها؟ صح، كنا نوصل ونتعب ونجتهد، بس ما يعني الله ما وفقنا. كيف راح يكون تأثيرها الآن في المستقبل اللي جاي على نادي الشباب؟ طبعا أول بطولة يكون لها طعم خاص، وإن شاء الله راح تكون هذه فاتحة خير علينا. السعودية فال خير دائما يوم التأسيس، دائما راح تتذكرون يوم التأسيس على طول، هذا راح يكون يوم مميز بالنسبة لنا. يلا 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 هي اجل بحريني ما تغلب.